أهلا، صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا. إذا موضوع المرأة موضوع حاضر دائما وأبدا معنا وببرنامجنا، إيمانا منا بأنه إلنا دور كإعلام بالتأكيد بأنه نشارك كل المؤسسات المعنية وكل الأفراد أيضا المعنيين بموضوع المرأة وموضوع تمكين المرأة. هذا الصباح سنتحدث عن برنامج اسمه هي، بالتأكيد من اسمه يبدو واضح أنه هو موجه للنساء ولخدمة النساء. هذا برنامج إقليمي يعمل في أكثر من دولة عربية من ضمنها وبالتأكيد الأردن، مشرف عليها مؤسسة المحفزون وهي مؤسسة غير ربحية. سنتحدث بطبيعة الحال عن البرنامج، عن شراكة هذه المؤسسة مع مؤسسات أخرى أيضا وطنية. يسرنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ بادي بقاعين وهو المنسق الميداني في هذا البرنامج. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. الأستاذة سناء الحياري وهي مشاركة في هذا البرنامج. سنتحدث عن طبيعة دور المشاركات بكل الأحوال أيضا في هذا البرنامج. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم أستاذ بادي. يعني قضية أن تكون هناك برامج مخصصة لتعزيز مشاركة المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة بشكل أكثر وأوضح ويعني للأفضل، هاي شغلة إيجابية، لكن أن يكون هناك برنامج متخصص فقط في أن يعمل مع النساء ويعمل مع 5 جمعيات في الأردن، وبالتالي يعني قد تكون عملية استقطاب النساء من هذه الجمعيات عملية إيجابية. كيف يعني أنتم بتقيموا برنامجكم حسب توجهاته حسب هدفه، وقديش عمر هذا البرنامج وشو المراحل اللي مر فيها؟ صباح الخير أستاذ فخر، ويسعد صباح الأردن. و حقيقة من اللي حكيتي في أهدافنا إنه إحنا راح نبدأ بشغلنا هذا خلال البرنامج إنه نزيد المشاركة النشطة للمرأة في مجالات صنع القرار بحيث يوصل صوتها إلى صناع القرار. الهدف هذا راح نشتغل فيه عن طريق إنه إحنا اشتغلنا مع 5 جمعيات مثل ما حكيتي بالأردن. إحنا اشتغلنا مع جمعية خيرية شيشانية، مع هيئة شباب كل الأردن، جمعية الشابات المسيحية لفحيص، مع جمعية الأسر التنموية وجمعية النساء العربيات. خلال الفترة السابقة إحنا اشتغلنا دربنا 720 سيدة على موضوع متخصص. إحنا بأهداف البرنامج هو حتى نحقق هاي المشاركة، زيادة المشاركة النشطة للمرأة وإيصال صوتها إلى صناع القرار وكذلك إيصالها إلى مراكز صناع القرار. أخذنا جانب السياسات العامة. الجانب السياسات العامة لم نحكي بالتفصيل شو يعني سياسات عامة، شو المقصود فيها. دربنا 720 سيدة عبر الأردن كامل من الرمثة للعقبة. اشتغلنا مع 720 سيدة، أعطيناهم الفكرة الموجودة عندنا كشغل موجود بيشتغل على زيادة المشاركة النشطة حتى يكون في عندنا مشاركة صحيح حقيقية في صنع القرار. انت من 2014 بالضبط. احنا البرنامج مدة تنفيذه 3 سنين من 2014 ل 2017. نعم. وهو ممول من وكالة السويدية للتنمية. هلا بالتأكيد انه احنا كلنا مؤمنين بانه المرأة يجب ان تاخذ مساحة افضل في التمثيل، في صنع القرار، في انها تكون في مراكز قيادية، ولكن للاسف هذا مش عم بتحقق دائما على ارض الواقع. اكيد دوركم مع النساء لرفع الوعي بهذا الموضوع اولا ولتدريبهن يعني على مهارات مختلفة. وأنا حابة أسمع من ست سناء، ما هي المهارات اللي تكتسبوها قاعدين خلال تدريبكم مع أو تدربكم مع هي؟ إحنا طبعا بداية الأمر أنه أنا دربت من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تمام. اختاروني حتى أنه أخذ دورات مع السيد بادي مع شركة المحفزون للاستشارات. طبعا رسم السياسات شيء مهم، ما يعني أنا بصراحة ما كنت أعرف شو هي رسم السياسات، كيف بدي أصيغ ورقة سياسية معينة، كيف أحط أهدافها، كيف أحللها، كيف أوضع إيدي على نقطة معينة أو قضية أو مشكلة معينة. طبعا مع التدريب المستمر، مع الدورات، مع الورش، صنعنا ورقة سياسية، عرفنا كيف نحللها، عرفنا شو الأسباب، شو الهدف، كيف إحنا نعمل كسب تأييد جمهور حتى إنه نأثر على صانع القرار يا إما يلغي هذا القضية أو المشكلة يا إما نخفف الوضع المشكلة. ست سناء، حضرتك تشتغلي بشركة الكهرباء، يعني مش بالضرورة دائما يعني أي برنامج يعمل بس مع الستات اللي لهم ميول سياسية. بالضبط، هذا كنت أقول. كتير مهم كمان قضية إنه إحنا عم نتعامل كسيدات الآن بإنه إحنا بعاد عن الشأن السياسي. نحن أنا
كثير بكون سعيدة لما بتكون مجموعة من السيدات وبنقعد نتناقش في القضية السورية مثلا أو نتناقش في القضايا الشرق الأوسط إنه وبصير في تحليل. فأنا بعتقد هذا اللي بيشتغل عليه البرنامج أنه نصنع رسم سيدات يستطعنا أن يرسمنا السياسات أو يؤثروا في السياسة بالزبط. بشكل عام بالزبط. أو في المواقف بالزبط. بشكل خاص. هذا هدف البرنامج الرئيسي حقيقة، لأنه إحنا مش الهدف بس أنه كانت السيدات يشتغلوا على قضايا المرأة، لا واحد من جوانب الأهداف تبعون البرنامج، لكن الفكرة أكثر أنه إحنا يكون في انخراط في رسم السياسات في شتى الشؤون العامة. عندنا شغل على السياسات العامة، على قضايا صحة، تربية، مياه، بيئة، عندنا على قضايا أبد الأطفال الطفل. هلا هذا المنهجية اللي مبنى عليها البرنامج كانت المنهجية إنه إحنا منخاطب حسب منهجية تغيير السلوك المجتمعي. هاي النقطة إحنا مبني عليها البرنامج، فخطابنا راح يكون المرأة السيدة هي المستهدفة في أعمال البرنامج، لكن المستهدف هو المجتمع كامل. إحنا لما نحكي عن سياسات عامة بنحكي عن مشاكل عامة موجودة، بنحكي عن قضايا عامة موجودة، بنطلع عليها بنشوف وين المشكلة، نحللها خلال تدريبات البرنامج، بنطلع عليها ونحللها، شو أسباب المشكلة، شو الأسباب الجذرية. إحنا إذا ما وصلنا للسبب الجذري للمشكلة ما بنقدر نحل المشكلة، راح تكون أنا سعيدة إنكم عم تشتغلوا على الموضوع بهذه الشمولية. يعني بجوز كمان فخر جابت سيرة إنه جميل لما بنلتقي بسيدات إلهم موقف من كل شيء بالحياة، إلهم موقف من تربية أولادهم، إلهم موقف من برنامج تلفزيوني بيشوفوه، إلهم موقف بتذوقهم للون معين، لأنه السائد للأسف إنه مواقف النساء تتبع الرجال. يعني هي موقفها بتقول لك أنا زي ما بشوف جوزي مثلا فيما يتعلق بقضية معينة، أو زي ما بشوف ابني، أو زي ما بشوف أبوي، أو في بعض النساء بهذا. فجميل أن نخلق نساء لهن مواقف في الحياة أو وجهة نظر على الأقل. قديه بتحاولوا أنه السيدات اللي عم تشتغلوا معهم يكونوا سفراءكم بمجتمعاتهم؟ يعني أنتوا رائع أنكم عم تشبكوا مع مؤسسات مجتمع مدني. مؤسسة المجتمع المدني زي ما احنا كلنا بنعرف هي الأقرب للمجتمع، يعني بشكل هيك موسع. قديه بتحاولوا تخلقوا عندهم مهارات كمان هم ينقلوا هاي الخبرة لمجتمعاتهم؟ هذا يعني الشغل احنا بنشتغله على جانبين أساسيات. يعني أول شيء لازم نشكر شركائنا الرئيسيين واللي مشتغلوا، والدعم موجود كلهم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تأكيد عملهم رائع جدا. بنشتغل على صعيدين متوازيين اللي هم الجمعيات النسوية تمكين حتى نضمن الاستدامة للفكرة، والسيدات القياديات هم نفسهم. يعني نشتغل معهم بحيث إنه هذا إحنا بننتقل قاعدين من مرحلة التمكين بس نعطي المعلومة إلى نصل لمراحل إلى إدماج بصنع المرأة. بالضبط. هاي النقطة الأساسية اللي إحنا بنحكي فيها، إنه مش بس نحن نشتغل من تمكين لإشراك، لا بدها تنفذ بعدين السيدة وتعمل لما تبدي رأيها مثل ما حكيتي بكل تفصيلية أو كل قضية عام. وهذا كان تفصيل مبني بالبرنامج، إنه بعد التدريبات يصير مشاركة للسيدات بإنتاج أوراق سياسات عامة، بوليسي بيبرز، اللي هي بتعبر عن رأيهم بكل المجالات. شوف أنا كثير يمكن ست سهام كون يعني ممكن تفهم مثلا هذه الجملة أو يمكن مرت معانا كأبنائنا. كثير من الأبناء بس تحكي أمهم جملة أنت اسكتي أنت شو بعرفك مثلا. أحيانا هذا إشي بغيض، لأنه ما بيصير أنه إحنا كنا مصدر المعلومات والنصح والإرشاد لأبنائنا نصير متراجعين وهم متقدمين. هلأ لازم نكون متوازنين، لازم نقنع عم بغششك عم بذكرها. هلأ لازم نقنع أولادنا أنه كمان إحنا حتى يعني أستاذ بادي أنا أقول لك ملاحظة ولكل السادة المشاهدين، حتى مسألة أن تصنع المرأة طبخة هي مسألة تحليل وليس مسألة تعلمتها. بتحلل الوحدة كيف الطبخة وبتطبخها على مستوى الطبيخ، ولا يستهان بهذه القضية لأنها قضية مهمة على كل حال. هلأ ست سيام قديش سناء ست سناء قديش غير البرنامج وقديش أضاف لك وقديش إيجابيات بتحسي من مشاركتك للآن فيه؟
طبعا من خلال الدورات اللي أخذناها والورش، وخصوصا رسم السياسات المتقدمة، أضاف لي يعني الأفق تبع التفكير عندي توسع. يعني أنا بصراحة ما كنت أعرف كيف أعمل ورقة سياسية، يعني منهجية. ما كنت أعرف كيف بدي أعمل ورقة سياسية، شو بدي أعمل لها أهداف، كيف بدي أحللها، كيف بدي أعمل لها كسب تأييد. ورقة سياسية أم ورقة رسم سياسات؟ رسم سياسات وورقة سياسية عملناها. أطلقنا ورقة سياسية بعنوان خطاب الكراهية عبر الإنترنت. هذا الموضوع بمشاركة زميلاتي الدكتورة فاطمة وأستاذة أنسان ملكاوي والأستاذة منال الروابدة. كان لهم جهد كبير طبعا بهاي الورقة، وكان لنا جهد 6 أشهر وإحنا نشتغل على هاي الورقة حتى طلعنا بشيء فعال اللي تكون القضية واقعية وليست افتراضية. نعم. هذا كثير مهم. خطاب الكراهية من موضوع عم تشتغلوا عليه أستاذ بادي، حابين نعرف ليش اخترتوا هذا الموضوع وقديه تأثير المرأة، وإحنا عم نعيش ويلات خطاب الكراهية بمنطقتنا، يعني قديه دور المرأة في إنها تكون يعني مدافع حقيقي عن يعني السلام والعيش المشترك وكل هاي التفاصيل الجميلة، لأنها مؤثرة جدا بعائلتها وبمجتمعها أيضا. هلا حسب اللي حكيناه باول المقابله، احنا هذا اختيار السيدات نفسهم. حلو. ابدا برافو عليكم، فهو اختيار ابدا. احنا كان نعطيهم الادوات اللي هم يعرفوا يختاروا القضيه، يحللوا هل هي مشكله عامه او غيرها وكيف يحللوها. فاختيار الموضوع نفسه طبعا باختيار لهم ومشاركة معنا، لما كان الموضوع يعني حقيقي مشكلة عامة وبتمس المجتمع الأردني الآن، بدوا يشتغلوا عليها مثل ما قالت الأستاذة سناء 6 أشهر وهم بحللوا. لما أخذوا شو الأسباب الفكرية الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية الاقتصادية إعلامية، كل هذا الصعيد درس وحلل حتى طلعوا بتوصيات. طيب. على كافة الأصعد. كويس. هلا كيف توصلوا للستات؟ يعني هم يعني زي ست سناء وغيرها، كيف توصلوا لهم؟ 720 سيدة، كيف معايير اختيارهم على الأقل؟ حكينا احنا هذا جزء من تشاركية العمل بالبرنامج. احنا بنشتغل مع الخمس جمعيات، عدا عن ذلك في ويب سايت للبرنامج. كنا بنعمل بتعرف الآن الإعلام المجتمعي أساس في حياتنا، موجود بكل إيد واحد فينا، وسيلة سهلة للانتشار. نعم. فعن طريق الفيسبوك وموقع كذلك كان في اتصال. بس الجمعيات ما لهم دور يعني بسيدات؟ لا، سيدات اختيار أساسي للجمعيات. احنا هذا حكينا جمعيات بمحيطها، احنا بنشتغل على القيادات النسائية المحلية والمؤثرة. صحيح. نشتغل على في المناطق الموجوده، كل منطقه شو قيادات تنزلوا للشارع وتحاولوا تكونوا تاخذوا الاكثر تاثيرا في الشارع حتى نسمع المشاكل الموجوده. انا بتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج، وسيدات يعني اختياركم موفق بموضوع الكراهيه تحديدا. انا بدي اشكركم جزيل الشكر استاذ بادي، الاستاذه سناء، شكرا. وبعد الفاصل عوده من جديد.